أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بلا تأشيرة، ونستضيف فيه الأسير الفلسطيني إياد أبو شيحة، والذي قضى 10 سنوات في سجون الاحتلال. إذا ضيفنا اليوم الأسير الفلسطيني إياد أبو شيحة، وهو معنا على الهاتف. إياد، أرحب بك في بلا تأشيرة، وبداية الحمد لله على السلامة. 10 سنوات في الأسر. نعم. إياد، في 16 من تموز يوليو عام 2000 تم اعتقالك من قبل سلطات الاحتلال، وحكم عليك بالسجن 10 سنوات. يعني نعود لبداية الاعتقال، ما هي التهم التي وجهتها إليك سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت خارج المعبر الآمن، بسموه المعبر الآمن، زيارة على الضفة، وتم اعتقالي في إيرز طبعا، وأجعلين واحد مخابرات، فقدوني إلى سجن المجدل، وأنا في دخلت الزنازيل في سجن عسقلان، هو طبعا تابع للمجدل طبعا، ودخلنا التحقيق، وجهوا لي بعض التهمات أني عندي تنظيم حماس تنظيم حماس وعمليات تخطيط وما شابه ذلك يعني. طيب. واستخدموا بعد ما قدوني للزنزانة، استخدموا معي الشبح، ما يسموه بالشبح. يعني أسلوبه أسلوب من أساليب التعذيب، يعني كيف، هل هو تعليقك من جسمك وتعريضك للضرب لأخذ اعترافات منك، هل كان هذا هو الهدف من تعذيبك؟ نعم نعم، يعني انت شبح بقعدون على كرسي صغير، وبيبقى ظهرك ممثلي، يعني بيكون ظهرك ممثلي، وفي بكلبشوك من يديك من ورا برضو، وبتضل يعني ما يشبه 5 ساعات مثلا، وبريحوك مثلا 10 دقائق، وبعدين ب5 ساعات شبح. طيب اياد، هل يعني ما كانش فيه نوم بالمره، يعني بيستخدم عليك الضغط يعني. طيب، هل كان فقط الانتماء الى حماس، هل هذه هي كانت التهمه الوحيده التي كان توجه لك؟ نعم، هي التهمه الى حماس. يعني احنا في الاول احنا اصحاب حق يعني، واصحاب حق ومنطقه الاحتلال، وهم محتلين ارضين يعني من زمان يعني، واذا ما فيش مقاومه للاحتلال يعني المحتل سيبقى في الارض في داخل الوطن يعني. يعني هاي المستوطنات اللي كانت في غزه موجوده، يعني لو ما فيش مقاومه، لو لم يتم خروجهم من قطاع غزه. طيب اياد، الاعترافات، هل اخذوا منك اعترافات بالاكراه؟ يعني اعترفت على اشياء لم تقم بها حتى يحكم عليك هذه المده الطويله؟ نعم، في انا بدي اوجه رساله لكل يعني مقاوم يسمع مني النصيحه. يعني هم بيقولوا احنا خلصنا معك تحقيق، وانت خلص الان مغادر الى السجن. فهناك في قسم كامل كبير يعني، هذا القسم كله عملاء. يعني في جابوا لي انا ختم حركه المقاومه الاسلاميه حماس، وقالوا لي احنا اخوانك، وبدنا شول ما اعترفتوش عند المخابرات. يعني بدناش اللي اعترفتوا عند المخابرات، شول ما اعترفتوش عند المخابرات بدنا اياه هذا. والله في الاخير يعني طلعوا عملاء كلهم. يعني أنا بوجه رسالة لكل العالم ولكل مقاوم، إنه أي واحد بيسأل شو ما اعترفتوش عند المخابرات، هذا يعني هو بيكون عميل بيتعاون. طيب، مع سلطات الاحتلال. ما هي التهمة التي يعني بالمحكمة، التهمة التي على أساسها حكم عليك ب10 سنوات، وكان نعم. هل كان عندك إمكانية لأن توكل محامي لكي يدافع عنك؟ وقف لي محامي، بس المحامي يعني هم في الاخير بيطبقوا الحكم، يعني هي الحكم بقرار المحكمه، بقرار القاضي، يعني مش محامي، بس المحامي يعني بدافع عنك شويه، هي بقرار في الاخر، هي توصيه مخابرات بسموها، يعني هي وهو المخابرات اللي بقرر الحكم يعني. وحكم عليك ب10 سنوات. نعم. ما خلال هذه الفتره ما كان هناك امكانيه النقض، امكانيه الاستئناف على هذا الحكم؟ والله استأنفت ورفضوا الاستئناف. يعني خفت استأنف يزيدوني كمان برضو، يعني قلت مكفي خلاص زي هيك. يعني ليش، هل كان هناك امكانيه انه اذا استأنفت تشدد العقوبه عليك؟
ممكن يزيدون الى 15 سنه يعني. طب اياد، هاي الفتره الطويله يعني كيف قضيتها؟ ما هي ذكر في التقارير بانك تنقلت بين اكثر من سجن، من بين سجن نفحه وعسقلان وسجن النقب، كيف كانت ظروف هذه السجون التي تنقلت بينها، ظروف الاعتقال فيها؟ اول دخلت سجن عسقلان ثم الى سجن نفحه وثم الى سجن السبع ثم بعد ذلك الى سجن نفحه وبعد الى اخر مطاف هي النقب. يعني كان بقي لي 6 اشهر ونقلت عن النقب. يعني كل سجن فيه مأساة صحيح، معاناة. يعني ما هي أشكال هذه المعاناة؟ كيف كانت؟ هل كان مثلا التعذيب الذي تعرضت له أثناء التحقيق، هل كان متواصلا أثناء السجن؟ يعني في لما ندخل السجن يعني الفرة بتكون صغيرة، يعني بنخرج بس ساعة الصبح وساعة المساء، وبعد يعني في وقت العصر بسكروا علينا الباب لحد الساعة 9 زي هيك يعني. طيب، الفترة هذه الطويلة ذكر بأنك استطعت خلالها أن تحصل على شهادة الثانوية العامة، خبرنا عن ذلك. والله الحمد لله رب العالمين، أنا قدمت امتحان في السجن وأخذنا الشهادة الثانوية، بس الآن منعوها في السجن، اللي هم حوالي سنتين يعني، ممنوع أي أسير يحصل على شهادة التوجيهي. طيب، وهل تنوي الدراسة والاستفادة من هذه الشهادة أم أنك فعلا بدأت في الدراسة؟ ان شاء الله انا ادخل في القرص المفتوح ان شاء الله رب العالمين. ما هو التخصص يعني الذي تنوي دراسته؟ ان شاء الله رب العالمين التربيه ان شاء الله. طيب بالتوفيق. على كل هناك ايضا اشياء كثيره استطعت ان تنجزها خلال السجن من دورات علميه متنوعه، ما هي الاشياء ايضا التي كانت فتره السجن بالنسبه لك هي فتره للانجاز ان صح التعبير؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني رغم السجن احنا يعني الفراغ يعني بندرس وبنتعلم وبناخذ جلسات يعني بنستغل وقتنا يعني طيب. اخذنا دورات في السجن كثير يعني الحمد لله رب العالمين، مصطلح حديث وعلوم ودورات ما شابه ذلك يعني مساقات. يعني نحن بنستغل وقتنا يعني رغم يعني سجنونا والمعاناه والاسر والتعذيب، لكن في فتره السنوات استغلنا الوقت والحمد لله رب العالمين. السجن ما زادنا الا قوه على عقيدتنا. طيب هو يظن العدو انه بسجنه يعني يذلنا، لكن الحمد لله رب العالمين السجن ما بيزيدنا الا قوه وثباتنا على مواقفنا. طيب اياد، كان هناك في التقارير تذكر انه كان في تمييز في او فصل بين الأسرى الفلسطينيين في السجون لاختلاف محكومياتهم ولاختلاف أيضا ظروفهم، هل كان هناك في السجون التي تنقلت بها فصل بينك وبين الأسرى الفلسطينيين الآخرين؟ نعم، يعني المشاكل اللي حصلت في غزة يعني الوحدة الاختلاف الوحدة اللي حصلت في قطاع غزة أثرت علينا في السجون. يعني إخواننا يعني في الفصائل الثانية طلبوا عنا فصل عن حركة حماس، وهذا أثر علينا كثير يعني كثير، وطلبنا منهم أن نرجع مع بعض لحمة واحدة، فقالوا أن نتأسف للشعب الفلسطيني، احنا يعني اللي جوا جوا واللي برا برا زي ما بيقولوا، فرفضوا تماما. يعني أنا بطلب من جميع الفصائل وجميع من جميع إخواننا في رام الله برضو أنهم يتوحدوا للحوار حتى نستطيع رص الصف الفلسطيني، لحتى نستطيع مواجهة العودة والغاشم، لأنها المرحلة القادمة أصعب من اليوم. يعني احنا بالوحدة بنستطيع أن نواجه العدو والغاشم هذا. طيب إياد، ما بنستغنى عن الوحدة احنا بالمرة يعني فهمت منك بأنه لم يكن هناك قبل أحداث غزة بينكم وبين الأسرى من الفصائل الفلسطينية غير العلاقات الودية. سلطات الاحتلال عندما فصلت بينكم، هل انقطع هذا التواصل نهائيا؟ ألم يكن هناك فترات ممكن تلتقوا فيها أو؟ في تواصل، بس تواصل مش زي أول يعني خفيف يعني. بس في تواصل بينه وبينهم يعني الحمد لله رب العالمين. طيب خلال هذه الفترة أيضا كان هناك منع لذويك ومنع لوالدتك يعني من زيارتك خاصة في السنوات الأخيرة، كيف أثر ذلك عليك وأنت في السجن؟
بعد القصة في أيام الحرب يعني أثرت على الأسرة كثير كثير، الحرب اللي صارت على غزة، ويعني في كانت بعض المحطات الفضائية حتى مثل الجزيرة وبعض المحطات فقطعت عنا إدارة السجن، يعني قطعت عنا بس الجزيرة وهي اللي كانت تنقل الأخبار إن أول بأول، فقطعوها وصاروا يجيبون المحطة العربية وفلسطين والإذاعات الإسرائيلية فقط حتى لا نستطيع أن نسمع الأخبار في الخارج. طيب ماذا عن زيارة الأقارب؟ هل كان هناك، لأنه في تقرير لمركز لدراسات الأسرى يقول بأنه منذ عام 2005 كان هناك تضييق عليك أنت على زيارات والدتك، على زيارات أقاربك، حتى أن يعني والدتك رحمه الله توفت وأنت ما زلت في الأسر؟ طبعا صعب شوية يعني، وكنا نترسل بالرسائل فقط يعني، حتى بعض الرسائل كنت أرسلها يحجزوها يعني إدارة السجن تقوم بحجز هذه الرسائل يعني. طب ما هي المبررات؟ ماذا كانت سلطات الاحتلال تبرر هذا الإجراء؟ كان بتقول مثلا الرسائل إجراءات زي أمنية مثلا زي هيك، وبقول إحنا بعتناها وش زي ضاعة، زي ضاعت مثلا رسائل وإحنا بنعرفش وين هي، يعني في بقى يودوا منها وما يودوش منها، يحجزوا منها بعض الشيء يعني. لا يا قصدي الزيارات هل في الفترة الأخيرة كان في منع على زيارات أقاربك لك؟ زي الإخوة يعني الإخوة، في إخوة لي 7 إخوة لم أشاهدهم منذ 10 سنوات إلا بعد خروجي يوم الأحد. طيب الآن كان أثناء خروجك كان هناك استقبال حافل لك من قبل الأهل والأصدقاء، وكان هناك أيضا حديث من خلال مركز للأسرى بأن سلطات الاحتلال كانت تعكر فرحة الأسرى المحررين بالتهديد قبل الإفراج عنهم بأنهم إذا مثلا عادوا للانتماء إلى فصائل المقاومة أو عادوا للعمل العسكري أو السياسي بأن فإنها ستقوم بتصفيتهم. لا يعني أنا لما خرجت قبل ما أخرج من السجن سألت عن اسمي حتى ما جابوش اسمي بالمرة إلا قبل الظهر بشوية جابوا الاسم، أنا قلت يمكن خلص يمكن يأجلوني كمان 6 شهور يعطوني حكم. حتى لو هم صفونا برا يعني هذا مشروعنا، يعني مشروعنا يا إما شهادة أو نصر يعني، وإحنا طالبين شهادة يعني مش خايفين ولا من اغتيال ولا من أي حاجة يعني. طيب إياد أيضا كان سلطات الاحتلال إدارة السجون يعني كانت في التقارير التي تحدثت عنها مراكز الأسرى بأنها تمنع المحرر من أن يودع أصدقائه وزملائه في السجن وتعزل في سجن انفرادي قبيل الإفراج عنه، وهل هذا هل حصل معك هذا الشيء؟ صحيح يعني لما سلمت على يعني أتى سهير الضابط ومعه بعض الشرطة فقال يلا خذوه يعني اسحبوه، حتى في بعض الاخوه لما اقدر يعني اشاهدهم او اسلم عليهم او اعانقهم، حتى الواحد يعني لما هو خارج من السجن يعني بكى الصحيح. طيب اياد هذه الفتره الطويله من المعاناه التي عشتها في الاسر والانتهاكات التي حصلت بحقك وايضا للاسرى الاخرين الذين كنت معهم، هل تنوي تدوينها؟ هل تنوي تسجيلها؟ كيف ستنعكس هذه الخبره عليك في حياتك؟ نعم بدي احكي يعني في عندي يعني اسمح لي احكي غير السؤال يعني. تفضل. يعني في ضبط السجن يعني واحنا نايمين يعني كان يدخل علينا واحنا نايمين في الليل، يعني يجوا حوالي 20 واحد معهم عصي ودبسات ويدخل علينا في الليل والساعة 12 أو الفجر ويسحبونه واحد واحد ويخرجونه برا ويفتشوا الغرفة ويقلبوها فوق بعض، يعني المطبخ بقوا يرموه على الحرمات وعلى الفراش ونيجي يعني نقعد للظهر احنا بنظبط في أغراضنا يعني بحجة بدهم بدور على بلوفن ما بلوفن زي هيك يعني، حتى لما نخرج على النزهة هي الفورة هاي بفتشون يعني بخرجونا واحد واحد بفتشون بزنانة، ويعني معاناة صحيحة يعني. بدي احب انا بقول يعني انه في ناس يعني انا بالنسبه قضيت 10 سنين يعني بالنسبه لغيره ولا حاجه، في ناس لهم 30 سنه، في ناس لهم 25 سنه و15 سنه زي النضال البرغوثي وابو نضال حسان وابو عمران غور والسنوار ومشتهى، هذول امضوا فترات طويله يعني، في ناس منهم يعني معاه سكر ومعاه ضغط، ويعني الحمد لله رب العالمين اللي في جندي مخطوف
يعني اذا ما فيش جندي مخطوف هذا الوقت ايش بدهم يروحوا؟ يعني بيموتوا في السجن. يعني يعني حتى عمليه السلام اللي صارت قبل هيك لم يتم الافراج عن ما يسموه يعني الواحد يعني عندهم قتل يهود الا احكام خفيفه كانوا يفرجوا عنهم، لما هذول الاخوان لم يتم عنهم الافراج الى حتى الان. يعني حتى في عمليه السلام لم يتم الافراج عنهم يعني. طب انت يعني اياد الافراج عنك تم بسبب، هل تم بسبب انتهاء المده المحكوميه ام هناك اي صفقه ما تمت للافراج عنك؟ لا 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 يعني حتى صفقه يعني افراجات ابو مازن يعني توقعت اني اروح ما روحتش فيها، وحصلت افراجات كثيره قبل ذلك يعني. اذا انت افرج عنك بعد انتهاء المده التي نعم. حكمت بها. نعم. طب اياد ختاما، ما هي الكلمه التي توجهها للأسرى الفلسطينيين أو أسر الأسرى الفلسطينيين الذين ينتظرون أسراهم المعتقلين في سجون الاحتلال، وأنت قد يعني أنعم الله عليك بالإفراج والحرية؟ بطلب من أنهم يصبروا، وإن شاء الله بروح في الصفقة قريب، وبطلب من إخواننا أنهم يتمسكوا بالمطالب بالإفراج بالتبادل الأسرى، لأنه الأسرى ما بيتم الإفراج عنهم إلا بالقوة. وبطلب من جميع الفصائل التوحد، وبطلب من شباب الشعب الفلسطيني برضه التوحد حول المقاومه، لان المرحله القادمه اصعب بكثير، وخصوصا في الضفه الغربيه وقطاع غزه هنا عندنا. الاسير الفلسطيني المحرر اياد ابو شيحه، كنت معنا من غزه، اشكرك شكرا جزيلا. بهذا تنتهي اعزائي المشاهدين هذه الحلقه من بلا تاشيره، موعدنا بكم يتجدد في الاسبوع المقبل، اشكر لكم متابعتكم. وإلى اللقاء.